يعني إيران أصبحت سعيدة بأن أمريكا قد فشلت في العراق وفشلت في أفغانستان، وبالتالي لربما أعطت لها قوة الصبر تتحمل العقوبات التي فرضت عليها في عهد حكومة ترامب. الأمر الآخر، تتخوف من إقامة دولة سنية وتتخوف على المكون الشيعي الموجود داخل المدن الأفغانية نسبة 25 أو 30%، لربما هؤلاء يتعرضون إلى التهميش أو إلى الإقصاء أو إلى الاعتقال أو إلى التعذيب.